استراحة محارب يأخذها هؤلاء المقاتلون بعد معركة عنيفة خاضوها خلال الساعات الماضية في مناطق عدة، خاصة بين محافظتي مأرب والجوف. عملية تمشيط واسعة في هذه المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وحليفها المخلوع صالح منذ أشهر. المعارك الأخيرة تتحدث عن سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على موقع الصفراء الاستراتيجي ومدينة براقش الأثرية في مديرية مجزر في الجهة الشمالية الغربية من مأرب. أما في الجبهة الغربية، سيطرت وحدات من الجيش على مواقع محدودة في جبل هيلان. هذه المواقع تطل على طريق إمداد الميليشيا إلى مواقع أخرى في ذات الجبل. وإلى جبهة العبدية، أجبرت ميليشيا الحوثي على التراجع صوب محافظة البيضاء بفعل الضربات العسكرية المتتالية التي تعرضت لها في أكثر من محور. الحمد لله عز وجل، تم تطهير التباب المطلة على مديرية العبدية وانتقلنا إلى أول مديريات محافظة البيضاء. خارطة المعارك تغيرت على الأرض وأربكت حسابات الميليشيا بعد التقدم الذي أحرزته قوات الشرعية في أكثر من جبهة، وهو ما قد يلقي بظلاله على تطورات المفاوضات السياسية المرتقبة.